طيب احنا بنقول ان المشروعات ان شاء الله دايما كل المشروعات اللي احنا بنعملها بيكون النسبة الاكبر لقناة السويس عشان نبقى اتفضل فانت النسبة الاكبر لقناة السويس في نسب المشاركة يعني لو في مشاركة علشان دايما يبقى لنا السيطرة في فرض ارائنا او فرض اسلوبنا في العمل. لو في نسب مشاركة من الخارج تبقى للمشروع. المشروعات اللي احنا هنعملها زي ما بقول انا احنا مش هنعمل اي مشروعات، لا احنا هنعمل مشروعات عملاقة زي بناء سفن ضخمة عملاقة زي سفن الصب بالذات يعني الصب عشان ننقل على الأقل البضاعة بتاعتنا بدل ما احنا بننقلها ونأجر سفن يبقى عن طريقنا، أحواض يعني كلها تبقى مشروعات عملاقة، وزاد دراسة جدوى متحققة من مستشارين وبيوت خبرة مصرية نعتبرها عالمية في عشان تقول على دراسات الجدوى دي إنها دراسات جدوى حقيقية وناجحة ولا لأ. فاحنا مش هنعمل أي مشروع غير لما يكون اتدرس كويس جدا ونضمن إن احنا لما نحط فلوس لازم هيبقى ليه عائد. بس احنا المشروعات بتاعتنا ان شاء الله عملات مشروعات كلها مشروعات ضخمه.